أحوال الطقس. أحوال الطقس مع يسر أصفاقسي من الأرصاد الجوية، والتحق بنا الآن الزميل زابينج. يعني أنت صباح النور سي الحبيب حسام، مرحبا بك. صباح الخير، نهارك أسعد الأيام. إن شاء الله هي بداية أسبوع سيء، معناتها فما شكون روح اليوم، فما شكون بدا من البارح، فما شكون نهار ثاني عيد كيف نحن. أي. على كل ما نبدا إن شاء الله يخدم. إن شاء الله ما روحناش، إحنا خدمنا في الإذاعة، وصلنا ما هذاك جزء من الواجب نتاعنا. أكيد هذاك الواجب نتاعنا، هذاك قدرنا. أكيد نعم. إن شاء الله ربي يعين كل من يخدم على روحه، وكل من رجع يخدم اليوم، وكل من قصد ربي في أي حاجة كانت. نعم. يسر الصفاقسي صباح الخير، وإن شاء الله السخانة ما تزيدش كما هكا. صباح الخير سي الحبيب، صباح الخير حسام، ان شاء الله عيدك سعيد. معين عايشك علينا وعليك، ان شاء الله عيد مبارك على الامه الاسلاميه الكل. الحراره باش تتواصل سي الحبيب، مرتفعه اليوم زاده. تتراوح القصوى بين 33 و 38 درجه قرب السواحل الشرقيه، وبين 39 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. 45 درجة وين ايه مثلا؟ امبارح كنا سجلنا في باجة وجندوبة والبرمة 45 درجة. برشا؟ نعم. برشا سحب باش تكون عامة قليلة مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة إن شاء الله بأمطار متفرقة. الريح سيكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشمالية وبالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاستيراب بالسواحل. غدوة تتراجع الحرارة بدرجة واحدة، باش تكون القصوى بين 32 و 39. يعني تراجع مش حاجة يعني كبيرة، يعني تقعد مرتفعة زادة بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية، وبين 38 و 44 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشيلي محليا. إن شاء الله من نهار الجمعة باش نشاهدوا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ما يقارب 10 درجات. إن شاء الله الطقس يكون عامة في استقرار، ونهاية الأسبوع باش تكون فيها الحرارة مقبولة منخفضة مقارنة بالأيام هذية. نعم، هذه هي توقعاتنا إن شاء الله لدرجات الحرارة وللطقس الأيام المقبلة. شكرا يسر، وربي خفف إن شاء الله، ربي خفف. أحوال الطقس. ما سعادة الأم